أهلا بكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض نتعرف على آخر كواليس مهرجان العالمين الجديدة من زميلتنا فاطمة خليل اللي هتقول لنا آخر التفاصيل والأجواء هناك. مساء الخير يا فاطمة، وإيه الأخبار عندك النهاردة؟ الدنيا شكلها عامل إزاي؟ مساء الخير ليلى، ومساء الخير على كل متابعي ومشاهدي القناه الاولى وبرنامج العالمين. بصراحه يعني دايما العالمين ومهرجان العالمين في دورته الثانيه مليء بالاحداث، مليء بالفعاليات. امبارح كان في فعاليه مهمه جدا، زي ما كلنا عارفين هو كان في مؤتمر صحفي وفعاليه لتكريم كل ابطالنا المصريين اللي شرفونا ورفعوا اسم وعلم مصر في اولمبياد باريس 2024، وكانت احتفاليه كبيره جدا بحضور وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، وكمان حضور الاستاذ اشرف سلمان رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، واستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وعدد كبير جدا من المراسلين وصحفيين في مؤتمر كبير جدا للاحتفاء والاحتفال بأبطالنا اللي شرفونا داخل أولمبياد 24 السنة دي. ففعلا كان فعالية مهمة جدا، وأبطالنا جابوا كل يعني أو تفقدوا كل المنطقة الشاطئية ومنطقة الحفلات الكبرى في المنطقة الشاطئية، وكانت فعلا فعالية مهمة جدا. بالنسبة للفعاليات اللي حصلت النهاردة على مدار اليوم، فكان في طبعا حفلات كتير حصلت النهاردة وهقول لكم عليها كمان شوية، وكمان كان في رحلات اليوم الواحد كانت على مدار الأسبوع ده والأسبوع اللي فات، وعلى مدار الأسابيع القادمة كمان هتكون رحلات الأسبوع أو اليوم الواحد، ودي أدت فرصة للزائرين من كل بقاع المحافظات ان هم يجوا الى مهرجان العالمين ويستمتعوا بكل الفعاليات، وخصوصا بعد ما خصصت اداره المهرجان طبعا الشواطئ العامه المجانيه لكل رواد المهرجان للاستمتاع بفعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. بالنسبه لي النهارده كان في كمان تواجد كبير جدا من الطلاب وطلاب الجامعات من كافه الجامعات المصريه، وكان في مسابقات كتير جدا حصلت النهارده، مسابقه كره القدم، مسابقه الكره الطائره الشاطئيه، ومسابقة التصميم. بالنسبة لمهرجان نبتة فكان في فعاليات كتير جدا لمهرجان نبتة الخاصة بالأطفال، وكان في عدد كبير جدا من الورش التعليمية للأطفال، وكان في تلوين وفي أعمال يدوية خاصة وورش تعليمية خاصة للأطفال. بالنسبة للحفلات زي ما احنا شايفين، أنا قدامي طبعا ورايا المسرح الروماني، وأنا موجودة دلوقتي في المنطقة التراثية، وفي النهاردة عدد كبير جدا من الحفلات. أغنية لسيد درويش طبعا عظيم سيد درويش، ففعلا في أجواء حلوة جدا وفعاليات كتير جدا مقامة النهاردة، وبعد شوية في طبعا ورايا موسيقى كبيرة جدا، وكمان في حفلة لأكثر من حفلة غنائية ومن فرق شبابية، ففي فعلا فعاليات كتير جدا النهاردة حصلت. والحفلات القادمة إن شاء الله يوم الخميس زي ما أنت قلتي حفلة الموسيقار الكبير عمر خيرت على المسرح الروماني، وهتكون ضمن حلقة من حلقات العظيمة الكبيرة النجمة سعادة يونس في برنامجها صاحبة السعادة، وكمان بدء العرض الأول من مسرحية البنك سرقوه من بطولة النجم الكبير أشرف عبد الباقي والنجم كريم محمود عبد العزيز، وطبعا دي هتكون على مسرح الخيمة في المنطقة الشاطئية، وتأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي وموسم الرياض. بالنسبة ليوم الجمعة فاطمة، احنا اكيد هنرجع لك مرة تانية على مدار اليوم عشان نتعرف على اخر التفاصيل والفعاليات. بشكرك شكرا جزيلا فاطمة خليل اللي كانت معانا مباشرة من العالمين الجديدة.